السلام عليكم مشاهدينا، معكم محمد من قناة طانتيك. في هذا الفيديو سنتكلم عن انفجار سوار شاومي مي باند 5 أثناء الشحن يثير شكوك مستخدمين. يعد مي باند 5 أحد أساور معصم الذكية لشركة شاومي الصينية المصنعة للتكنولوجيا، وبميزاتها العديدة نظرا لسعر معقول، لكن الأنباء الواردة عن انفجار مي باند 5 أثناء الشحن قد تسببت كثيرا من الارتباك وفقا لموقع جيس شايني. وتعرض إحدى الوحدات مي باند 5 لانفجار أثناء الشحن، فالجهاز الذي بدأ في الاشتعال في غضون 10 دقائق من بدء الشحن أصبح فيما بعد غير صالحا للاستخدام بسبب الانفجار، وكاد السوار أن يتسبب في أضرار جسيمة حسب ما أبلغ مالكه على موقع ريديت. وفقا لمستخدم، كان السوار يشحن بكابل والشاحن مرفقين في السوار، فعندما بدأ في الاشتعال بعد الانفجار مباشرة ومن أجل تفادي الحريق فصلت الشاحن عن المنفذ ولقيت السوار على الأرض. وأفاد المستخدم بأنه داسه بقدميه بعدما اشتعل فيه النيران، لذلك لم يكن كل الضرر المرئي في الصورة الناتجة بشكل مباشر عن الانفجار. ويدعي مالك السوار أنه مضى عليه أكثر من شهرين بقليل منذ شرائه، وأن الملحق أرسل بالفعل فحص في الأمازون حتى اشترى المنتج، رغم ذلك لم يصدر عن شركة شاومي أي تعليق حول ما حدث. وكانت شاومي أطلقت شاومي مي باند 5 في 11 يونيو 2020 مزودة بشاشة ملونة مقياس 1.1 بوصة، ويدعم 11 وضع رياضي احترافي، كما يوفر عمر البطارية يصل إلى 14 يوما بسعر $29 لإصدار أساسي. فلا تنسى الضغط على زر اللايك وزر سبسكرايب. نراك في فيديو جديد إن شاء الله.